اتلتيكو، الضربه يا اتلتيكو، الغدر يا اتلتيكو، الغداره يا اتلتيكو، الغداره يا موراتا، يا موراتا صافره خطا وطرد، نعم طرد لفاليفيردي اللي رفض الهدف، كان يريد ان يغدر بريال مدريد، موريو موراتا اراد ان يغدر بريال مدريد، لكن فاليفيردي رفض الهدف وخرج بالحمراء لتشتعل وتوزع البطاقات وتكون في قمة إثارتها وتكون في قمة نديتها لتكون للعالم أجمع رسالة واضحة أن لا شيء، لا ديربي أقوى من ديربي مدريد، لا ديربي حاليا أقوى من ديربي مدريد، الديربي اللي لا يمكن أن تتنبأ بما يمكن أن يحدث في نتيجته والإثارة تكون كبيرة، ونجوم هذه عادة، هذا الخطأ، هذه التمريرة، يورينتي، موراتا، فاليفيردي أراد أن يقتل أو يقطع الطريق على موراتا، لم يعد عنده خيار آخر، كنت حتسجل فينا يا موراتا، عايز نعمل لك إيه؟ طبعاً إعاقة واضحة من الخلف كمدافع أخير، طرد مستحق لفاليفيردي، وبالتالي ريال مدريد في الأربع دقائق الأخيرة سيلعب بعشرة